في الشبكيه في الغالب لان انا كنت وقعت وخدت هنا غرز ففي الغالب اثرت على الشبكيه عندي وفي قطع كده بسيط. فحعمل دلوقتي العمليه بالليزر قدامكم. من سرطان القولون لقطع في شبكية العين، ليتضح أن عام 2019 يمثل عام المشاكل الصحية بالنسبة لشريف مدكورة، حيث اكتشف خلال شهر أبريل الماضي إصابته بمرض سرطان القولون أدى إلى إجرائه عملية استئصال جزء من القولون، لينهض مدكور من جديد بعد تلك العملية الخطيرة مستكملا لرحلة علاجه وتلقيه لجلسات العلاج الكيماوي التي خضع لها لفترة، ليعود من جديد إلى عمله بشاشات التلفزيون مستمرا في تقديم برنامجه شارع شريف، ليصاب بعدها بقطع في شبكية العين ويخرج بمقطع فيديو جديد يوضح فيها حالته لجمهوره ومتابعيه خلال تواجده بإحدى عيادات العيون الكبيرة، وذلك أثناء خضوعه لعملية ليزر لعلاج القطع، موضحا أنا وقعت وأخذت غرز وواضح كده أن ده تسبب لي في قطع بسيط في الشبكية عندي، وهعمل العملية بالليزر والدكتور هيشرح لكم قد إيه هي سهلة. فمن الواضح أن بهذا يعد شريف مدكور رجل الأمراض الصعبة.